السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيزاتي الطالبات، أعزائي الطلبة، معكم الأستاذة خديجة السكال، منسقة مسلك الدراسات الإنجليزية بجامعة سيد محمد بن عبد الله، كلية آداب والعلوم الإنسانية سيس فاس. يسرني ويسعدني أن أقوم من خلال هذه الكبسولة بتزويد الطالبات والطلبة الجدد الذين يودون الالتحاق بشعبة اللغة الإنجليزية وآدابها بكليتنا بمعلومات عن التكوين في هذه الشعبة. فبرنامج الإجازة في الدراسات الإنجليزية يهدف إلى تزويد الطالبات والطلبة بمعارف عامة حول اللغة الإنجليزية ومهاراتها اللغوية، وكذا بأدوات الكتابة والتواصل باللغة الإنجليزية والعربية من أجل حث الطلبة على الترجمة واللغة الفرنسية كأداة للتواصل. يهدف أيضا هذا البرنامج إلى الانفتاح على التنوع الثقافي، وذلك من خلال دراسة الثقافة المغربية بمكوناتها المتعددة ودراسة ثقافتين والحضارتين الإنجليزية والأمريكية، وكذا ثقافات وحضارات لبلدان ناطقة باللغة الإنجليزية. فهذا البرنامج يخول للطلبة بعد حصولهم على الإجازة من متابعة دراساتهم العليا في الماستر والدكتوراه، وأيضا من الولوج إلى سوق الشغل عن طريق قطاع التعليم وقطاع السياحة والترجمة، وكذا الاشتغال بشركات عالمية، وذلك لكون اللغة الإنجليزية لغة تواصل بامتياز في العالم بأسره. كما ترون على الشاشة، تنقسم كل سنة داخل الجامعة إلى فصلين. في السنة الأولى لدينا الفصل الأول والثاني، وفي السنة الثانية الفصل الثالث والرابع، وفي السنة الثالثة الفصل الخامس والسادس. في كل فصل يدرس الطلبة مجموعة من الوحدات، وفي نهاية كل فصل يتم تقييم الطلبة بواسطة امتحانات الدورة العادية، والطلبة الذين لم يتمكنوا من اجتياز الدورة العادية بنجاح تعطى لهم فرصة أخرى من خلال الدورة الاستدراكية. والآن سننتقل إلى إعطاء فكرة عامة وبإيجاز عن الفصول الستة والمواد التي تدرس فيها. في الفصل الأول لدينا سبع وحدات التي تهدف إلى مساعدة الطلبة على إتقان المهارات الأساسية للغة الإنجليزية. فلدينا Reading Comprehension and Proficiency 1 لقراءة وفهم النصوص، Paragraph Writing لتدريب الطلبة على كتابة فقرة، Spoken English لتعليم النطق السليم وتطوير مهارات الطلبة في التحدث، Guided Reading لتقديم أجناس أدبية مختلفة، Study Skills لتزويد الطلبة بطرق الدراسة الفعالة داخل الجامعة. وفي الوحدة السابعة يدرس الطلبة تقنيات التواصل باللغة الفرنسية. وفي الفصل الثاني يقوم الطلبة بتطوير مهاراتهم اللغوية السالفة الذكر في Reading Comprehension and Proficiency 2, Composition 1, Grammar 2, Oral Communication, Readings in Culture و Business Communication، والتي من خلالها يتم إعداد الطلبة للتواصل في عالم الأعمال. كما يستفيد الطلبة من تقنيات التواصل والكتابة باللغة العربية في الفصل السابع. أما الفصل الثالث فهو بمثابة امتداد لبعض دروس الفصلين الأول والثاني، كـ Extensive Reading, Composition 2, Grammar 3, Public Speaking and Debating. كما يتم من خلال هذا الفصل تعريف الطلبة بمختلف خاصيات ومميزات الثقافتين البريطانية والأمريكية في British Culture and Society, Culture and Society in the USA. وفي الوحدة الأخيرة يتم تدريس أسس نظرية الترجمة في مادة Initiation to Translation. وفي الفصل الرابع يتم تقوية مهارات طلبة في التحليل الأدبي في مادة Introduction to Literature، وكذلك تقوية مهاراتهم في كتابة ودراسة المقالة وإعطاء فكرة عامة عن تقنيات البحث في مادة Advanced Composition and Introduction to Research. وفي هذا الفصل يتم تعريف الطلبة على اللسانيات في Introduction to Linguistics ودراسات الإعلام في Introduction to Media Studies والدراسات الثقافية في مادة Introduction to Cultural Studies. كما يستفيد الطلبة من دروس متقدمة في ميدان الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية ومن اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية. وفي الفصل الخامس
يستفيد الطلبة من دروس في تخصصي الأدب واللسانيات ك World Literature, Introduction to Film Studies, Interfaith Dialogue و Stylistics, وكذا من تقنيات البحث العلمي في مادة Advanced Research Skills التي تساعد الطلبة في كتابة بحث لنيل شهادة الإجازة. كما يستفيد الطلبة أيضا من دروس متقدمة ومعمقة في مادة الترجمة من خلال Translation Interpretation Advanced Practicum. وفي الفصل السادس يقوم الطلبة باختيار التخصص الذي يلائم ميولاتهم. فهناك تخصص أدب حيث يتم من خلاله تعميق المفاهيم الأدبية للطلبة من خلال Postcolonial Literature, Critical Approaches, 20th Century Dramaturgy, Contemporary Fiction. وفي الوحدتين Monograph 1 و Monograph 2 يطلب من الطلبة كتابة بحث في أي موضوع يتعلق بمجال تخصصهم. أما بالنسبة للطلبة الذين اختاروا تخصص لسانيات فهم أيضا يستفيدون من وحدات تقوم بتعميق مهاراتهم في اللسانيات ك General Linguistics, Semantics and Pragmatics, Sociolinguistics و Applied Linguistics. وفي الوحدتين الأخيرتين Monograph 1 and 1 Monograph 2 يقوم الطلبة بكتابة بحث في مجال اللسانيات. والجدير بالذكر فإن طلبة الفصل السادس تخصص آداب أو لسانيات يقومون بكتابة بحوثهم تحت إشراف أستاذ ينتمي إلى مسلك الدراسات الإنجليزية. عزيزاتي الطالبات، أعزائي الطلبة، أتمنى أن يكون هذا العرض الموجز قد أجاب على تساؤلات الكثير منكم. وفي الأخير أتمنى لطلبتنا كل توفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.